احنا او سمعنا عن التسول الرقمي، والسؤال اللي اطرح لك وش تعرف عن التسول الرقمي؟ هل تعرف انه التسول الرقمي اصبح ظاهره في منصات التواصل الاجتماعي؟ طبعا هذا الامر يعتبر جريمة قانونية نصت عليها اللوائح والأنظمة في المملكة العربية السعودية. المحامي سعد بن منصور العبنق يقدم عبر حساباته في منصات التواصل قصص قانونية لبعض المخالفات اللي قد تعرض من مارس هذا التسول للقضاء دون أن يعلموا، وذلك أيضا تحدث المحامي العبنق عن جريمة التسول الإلكتروني، ويعني فعلا كانت مخيفة جدا. خلينا نشوف. عرف وش هو التسول الإلكتروني، شوف المقطع عشان تعرف. هل الفعل هذا من ناحية نظامية مسموح ولا لا؟ الصحيح ان هالفعل هذا من ناحية نظامية ممنوع، ولا يحق للمشهور ان يطلب المال بطريقة مباشرة او غير مباشرة. طريقة مباشرة مثل انه يقول ابغى اسد، او ابغاكم تحولوا لي كذا، او ابغاكم تعطوني كذا، هذا كله من التسول الالكتروني. اما الطريقة الغير مباشرة هو ان يطلع الشخص الذي يتسول هذا المال بطريقة او بصورة عاطفية لكي يعطونها الناس المال او هذه الصدقات. مثل ايش؟ مثل انه يطلع بصورة مزرية، لبسه غير لائق، أو يطلع بحالة تفشل مثل اللي حاط نفسه في حوض ويقول أنا سمكة، أو غيره من الأشكال. فكل هذه الأشكال ممنوعة ولا يسمح بها نظاما. نصت المادة الثانية من نظام مكافحة التسول أن التسول محظور ويمنع تماما وبشكل قاطع بأي صورة وبأي شكل من الأشكال، ومن ضمنها أنه يطلع المشهور أو يطلع عموما الشخص اللي يسوي بث ويطلب أسد أو يطلب